المخابرات المغربيه ديال الحموشي كيتفاهم مع الجبان، كيعطيها واحد النسبه من الانتاج، يعطيها على فلوس باش يقدروا يخرجوا مخدرات من الجبل ديال كتامل المهرب المغربي اللي كيعطيها لنا حنا باش كننقلوها. حنا ما عندناش علاقه بالمخزن، المعلم ديالنا هو اللي كيتفاهم معهم، يعطيهم الفلوس باش يفتحوا لنا الطريق باش حنا نفوتوا.